السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة من برنامج اليوم الثامن. مشاهدينا، في هذه الحلقة سنناقش مع ضيوفنا الكرام عبر الهاتف عدة مواضيع، وسنبدأ بمناقشة كساد المحاصيل الزراعية في المناطق المحررة شمال محافظة حجة بسبب حصار الميليشيات الحوثية وأسباب أخرى أيضا. أما في الموضوع الثاني نناقش فيه بيان هيئة علماء اليمن الذي يدين الإساءة المتعمدة للإسلام ونبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم واستمرار نشر الرسوم المسيئة لمقام النبوة. أما في الموضوع الثالث والأخير نتناول فيه إحباط تهريب شحنة مخدرات وصفت بأنها الأكبر قادمة من البرازيل إلى ميناء عدن، وقد تم إتلاف هذه الشحنة من المخدرات التي تقدر بنصف طن من الكوكايين والهروين. مشاهدينا، نبدأ النقاش في الموضوع الأول ولكن بعد فاصل قصير. مشاهدينا، حالة كساد كبيرة تعانيها المحاصيل الزراعية من الحبوب والخضار والفواكه يعني في المناطق المحررة شمال محافظة حجة بسبب حصار الميليشيات الحوثية، وكذلك عدم وجود سوق محلي كبديل ويستوعب كل تلك المحاصيل، مما يستوجب يعني تسبب أيضا في تفاقم معاناة المزارعين الذين هم الأساس بالدعم وتسويق منتجاتهم. نبدأ النقاش حول هذا الموضوع بالذات مشاهدينا ولكن بعد أن نشاهد هذا التقرير. إنتاج كبير للمحاصيل الزراعية يقابله كساد كبير بسبب الحصار الحوثي وعدم وجود سوق محلي أو منفذ بري لتسويق تلك المحاصيل وبيعها. معاناة المزارعين في المديريات المحررة شمال محافظة حجة تزداد تفاقما وسوءا منذ أكثر من عامين بسبب تكدس محاصيلهم الزراعية من الحبوب والخضار والسمسم وغيرها، وذلك نتيجة حصار الحوثيين لتلك المديريات المحررة وعدم وجود منفذ بري رغم مناشدات المزارعين المتكررة. نحن منذ سنتين يعني المزارعين في حيران محاصرين، رغم أننا ننتج أجود أنواع المحاصيل من الذرة، السمسم، الخضروات ذات جودة عالية، لكن كاسد لا نستطيع أن نسوقها، بعضها تخرب نعطيها المواشي. انظر، هذه معك أكثر من 100 كيس في معرضة للشمس، لها من العام الماضي إلى الآن لا نستطيع أن نسوقها، يعني بعد شهر شهرين تأكلها السوسة وتنتهي. يعد البطيخ أحد أهم المحاصيل الزراعية التي تزرعها المنطقة، حيث تشهد المنطقة هذه الفترة موسم حصاده، إلا أن كميات كبيرة تقدر بآلاف الأطنان تلفت في مزارعها، ما زاد تفاقم معاناة المزارعين والأهالي واتجاه الوضع نحو كارثة إنسانية في حال استمراره دون حلول عاجلة من قبل الجهات المعنية بالمحافظة التي قالت أنها تضاعف جهودها في سبيل ذلك. هناك شبه اتفاق من قبل الأخوة الأشقة بمتعهد من قبل الأخوة لأخذ هذه الصادرات، سواء عبر ميناء ميدي واستقبالها في ميناء جيزان عن طريق لأنها تخضع للمواصفات وهيئة الصحة والغذاء وهيئة والمقاييس، وعلى أساس أنها تدخل بطريق علمية وبما يتخضع للقوانين المعمول بها لدى المملكة العربية السعودية. السوق المحلية في تلك المديريات أصغر من أن تستوعب آلاف الأطنان من المحاصيل المتنوعة، خصوصا بعد توقف صرف رواتب الجيش الوطني الذي يمثل أبناء تلك المديريات جزءا كبيرا من تشكيلاته العسكرية. كساد آلاف الأطنان من المنتجات الزراعية المختلفة في المديريات المحررة شمال محافظة حجة نتيجة الحصار المفروض من قبل ميليشيا الحوثي، ومطالبات حثيثة من أهالي تلك المديريات لإيجاد حلول عاجلة ومنافذ لتسويق منتجاتهم الزراعية. لقناة عدن الفضائية، هلال القاعدي، مديرية حيران. مشاهدينا، وللحديث أكثر حول هذا الموضوع، موضوع كساد المحاصيل الزراعية في المناطق المحررة لا سيما في المناطق أو المديريات الواقعة في شمال محافظة حجة، ينضم إلينا عبر الهاتف الشيخ ناصر دعقين وكيل محافظة حجة. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بك معنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ ناصر، نريد أن نفهم في البداية ولعل المشاهد يتساءل حقيقة،
يعني المنطقة طبعا محررة، فكيف هذا الكساد للمحاصيل الزراعية في شمال محافظة حجة مع أن هذه المناطق محررة، يعني أن هناك منافذ أو مجال لتسويقها؟ أولا يا عزيزي دعني أطرح أضع للمشاهد الوضع الحالي في مديرية حيران وحرض وحبس وميدي. هذه المناطق تم تحضيرها من قبل ميليشيا الحوثي، وأصبحت هناك مشكلة يعاني منها المزارعين في قضية منتجاتهم الزراعية. طبعا ميليشيا الحوثية، الخط الدولي الرابط من هذه المناطق المحررة إلى محافظة الحديدة، منعت أي مواطنين تسويق منتجاتهم الزراعية إلى الداخل اليمني. كما تعلم أن المنفذ، منفذ حرض، لا زالت هناك مشاكل أمنية ومشاكل الحرب الدائرة الآن ما بين القوات الشرعية وميليشيا الحوثي. المزارعين منتجاتهم الزراعية تضررت كثيرا بسبب عدم وجود سوق لتسويق هذه المنتجات الزراعية، مما أثر على المزارعين في زراعة محاصيلهم والإنتاج السليم لهذه للمزارعين. نعم، يعني الميليشيات الحوثية تسيطر على الطريق الدولي الرابط ما بين هذه المناطق والحديدة الذي يربط المملكة العربية والسعودية. نعم، ولكن الحمد لله هناك محاولة إن شاء الله قامت بها السلطة المحلية بالتواصل مع الأخوة الأشقاء في بحث وسائل بطريقة تلائم، لأننا نفتقد إلى المنفذ الدولي الذي فيه يعني لديه المعايير الدولية في المنافذ الذي تلتزم بالمقاييس وهيئة الغذاء وهيئة الدواء، على أساس أن تكون هناك الاستيراد والتصدير يكون سليم وطبق المواصفات التجارية المعمول بها عالميا. هناك محاولة إن شاء الله، وقد تم الموافقة من قبل الأشقاء بدراسة الموضوع وتحمل هذه المسؤولية بمحاولة إرسال متعهد أو للسماح للمزارعين بنقل هذه المنتجات الزراعية عن طريق البحر. وأيضا لا زال كما تعلم البحر لدينا مشاكل قضية الألقام البحرية، والذي في لا زالت الريش الحوثي في السواحل البحرية الذي في الحديدة توزع وترسل هذه الألقام البحرية، مما تؤدي إلى خوف على سلامة المواطنين والعابرين في هذه المياه. طيب، بحاجة إن شاء الله بإذن الله تعالى سيتم معالجة هذا الموضوع إذا نجحنا إن شاء الله عن طريق المياه ونقلها إلى ميناء جيزان، فإن شاء الله سيتم المعالجة قريبا حتى يتم تحرير حرض ومساحة كبيرة لتأمينها. سيتم دخول هذه المحاصيل الزراعية عن طريق المنفذ، عن طريق عبر ميدي إلى جيزان بإذن الله. نعم، بإذن الله. الموضوع بحاجة إلى يعني إلى حلول عاجلة. طبعا الشيخ ناصر، من المعروف أن المنتجات أو المحاصيل الزراعية اليمنية من أجود المحاصيل، وأن الأسواق من حولنا سواء في المملكة أو في الكويت أو دول الخليج عامة هي بحاجة إلى هذه المنتجات والمحاصيل الزراعية، وهم كذلك يعني نجد في 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 المملكة في دول الخليجية أخرى منتجات زراعية من العديد من الدول، فالأحق أن تكون المحاصيل الزراعية والمنتجات الزراعية اليمنية متواجدة في هذه الأسواق وهي ذات جودة عالية. طبعا أخي العزيز، لا في خاصة محافظة حجة وعلى وجه الخصوص المناطق التهامية، الأراضي الزراعية هي كانت غنية بزراعة المانجو والخضروات كالفواكه وغيرها، وأيضا زراعة الحبوب الذرة والدخن والسمسم، وكان أغلب هذه المنتجات يتم تصديرها للسوق المحلية في اليمن، وأغلب سيتم تصديرها إلى المملكة العربية السعودية وبعض الدول المجاورة. طيب، في هذه اللحظة أسمعني، أن هناك إشكالية أيضا. المزارعين عندما رأى تكتس المواد المنتجات الزراعية بدون بيع، تضررت الكمية وتكدست ولا بيع، وحتى بدأ المواطن أو المزارع يوقف محاصيل الزراعية. نحن بحاجة في هذه المرحلة إلى التواصل ما بين القيادة اليمنية
الحكومة المفرمة الحكومة الشرعية والأخوة الأشقاء لدراسة الموضوع والسماح للمواطنين لزراعة الأراضي الزراعية ليتم تأمين هذه المنتجات وبيعها وتسويقها في لدى الأخوة الأشقاء. لم أفهم السماح للمواطنين، كيف السماح للمواطنين بزراعته؟ المزارع الآن توقف عن الزراعة بسبب منتجاته الزراعية لم تسطر أو تباع أو في الأسواق المحلية أو الخارجية، والآن التسطير لابد من التنسيق من البائع والمشتري، صحيح، بحيث أن المزارع يقوم بزراعة محاصيله الزراعية ويكون لديه سوق. وإذا الدين المتعهد الآن في وضعه الحالي هي الكمية لازالت محدودة قليلة، لكن سيكون هناك التنسيق بين المزارعين وبين المتعهد، وإن شاء الله سيكون هناك يعني المزارعين يقوموا بزراعة أراضيهم الزراعية وبيع يعني منتجاتهم الزراعية عن طريق تقصد أنه الضمان وجود سوق أو يعني اتدان يجعل المزارع يزرع ويعني يكون عنده ضمان أو آمن نوعا ما بأن منتجاته التي سوف ينتجها والمحصول سوف تذهب إلى أو تسوق بشكل صحيح. ولد يعني عنده سوق مشتري بحيث يعني يبيع منتجاته الزراعية بسهولة ويسر، صحيح، ويحافظ على يعني تكاليف الزراعة ويستطيع أن يكون هناك ذات جدوى اقتصادية تعود بالنفع على المواطنين. نعم. طيب حاليا المزارع كيف تصف لنا وضع المزارعين حاليا في 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 حجة والمناطق التي ذكرتها خصوصا؟ والله يا أخي شوف، لديهم بالنسبة للمزارعين لديهم مهارة كانت قوية وجميلة في زراعة محاصيلهم الزراعية، لكن وضعهم الآن وضع سيء للغاية، لأنه أغلب منتجاتنا الزراعية في سهول تهامة تباع في الأسواق في المحافظات اليمنية، أغلبها مثل الحبوب والسمسم والذرة وأغلب المحاصيل، وعندك أيضا قضية المواشي والمنتجات الزراعية كالفواكه كالمنجو والموز وغيرها. الآن هذه الأسواق ما يمنع المواطنين من دخولها إلى داخل الحديدة أو نقلها إلى المحافظات اليمنية، يمنع من قبل الحوثيين. من قبل الحوثيين، نعم. طيب في مبرر لمنع نحن ناشدنا حتى الهلال الأحمر الدولي بفتح ممر آمن للسماح، سواء فيما يخص المزارعين أو فيما يخص أيضا القضايا الإنسانية، نعم، والتعامل الإنساني، لأن الخط يفصل بيننا والحديدة حوالي 50 كيلو، نعم، الطريق الأسفلت الدولي، نعم، هذا مركز مديرية حيران وعندي حبس. طيب المانع للمتصدر لتصدير هذه المواد أو دخول المنتجات الزراعية ذهابا وإيابا أو حتى على مستوى دخول الجانب الإنساني والمساعدة الإنسانية سواء في مجال الصحة التغذية، ما منع من عنبات، ولا زلنا نناشد هذه المنظمات الدولية وحتى على مستوى الأمم المتحدة بفتح هذه الممر أسوة بفتح هذه المنافذ مثل ما البيضاء وكذلك بقية محافظة الحديدة ونقلها إلى صنعاء. نعم. طيب أين الأمم المتحدة وهي متواجدة في الحديدة من هذا الجانب كله؟ هل رفعتم ذلك أو هذه الشكوى إلى الحكومة اليمنية وإلى منظمات دولية لإيجاد الحلول العاجلة لها حتى من جانب إنساني كما ذكرت قبل قليل؟ قيادة السلطة المحلية في المحافظة قدمت مذكرات إلى رئاسة مجلس الوزراء إلى الأشقاء وإلى الجهات الدولية وحتى المنظمات الدولية وحتى عبر السفراء أيضا. ناشدنا بتحمل مسؤولية الأمم المتحدة مثل ما يعني لديها مشاكل في قضية الإنسانية وقضية حقوق الإنسان والقضايا الإنسانية في بقية المناطق اليمنية، لا بد أن تهتم، لدينا شعب، لدينا مواطنين، لدينا مزارعين يحتاجوا إلى هذه المساعدات سواء في منتجاتهم الزراعية أو في محلاتهم وأسواقهم التسويق أو في مجالهم الإغاثة الإنسانية وغيرها في مجال الصحي والمجال التعليمي. نعم. أنت نأمل الشيخ ناصر أن تلقى هذه الدعوات استجابة من كل الأطراف. الشيخ ناصر دعقين وكيل محافظة حجة، شكرا جزيلا لك.
مشاهدينا، أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن أنه من خلال تنسيق أمني دقيق تم إحباط وتهريب شحنة مخدرات تقدر بنصف طن قادمة من البرازيل إلى ميناء عدن. الشحنة طبعا تم إخفاؤها داخل إحدى الحاويات التي تحمل كمية من السكر، وقد تم أمس طبعا إتلاف هذه الشحنة التي توصف بأنها الأكبر في تاريخ البلاد بأمر من النيابة وبحضور كافة الجهات الأمنية والقضائية وتحالف دعم الشرعية. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ فتحي بالأزرق، رئيس تحرير صحيفة عدن الغد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومساء الخير لك والجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. أهلا وسهلا بك ومساء الخير وأهلا وسهلا بك أستاذ فتحي. ما تعليقك على ضبط هذه الشحنة التي كما ذكرت قبل قليل بأنها توصف الأكبر في تاريخ البلاد أو من الشحنات التي تم ضبطها؟ حقيقة الكمية الهائلة للمخدرات التي تم ضبطها تؤكد للجميع في اليمن بشكل عام أن اليمن ربما صارت محطة ترانزيت دولية بسبب ظروف الحرب خلال 6 سنوات من الحرب وغياب الدولة وغياب المؤسسات والفوضى الحاصلة. للأسف الشديد هذا شيء معروف في كل دول العالم، أن البلد التي تتعرض لصراعات ونزاعات وحروب أهلية تتحول إلى محطة لكافة عصابات العالم، لكافة المافيا حول العالم، محطة استيراد وتصدير، محطة ترانزيت لوقوف التجارات الممنوعة. لكن للأسف الشديد الحجم المهول الذي بلغ 3 طن يوضح أن هذه العملية كارثية، أن هذه العملية ربما سبقتها عمليات من قبل أو ربما ستلحقها عمليات لاحقة. الوضع في اليمن للأسف الشديد خطير، الوضع فيما يخص المخدرات أو شحنة المخدرات هذه يعكس أننا فعلا بحاجة إلى التوافق السياسي، إلى حل ينهي الصراع في اليمن، إلى حل ينهي التدخلات السياسية كافة للأطراف المتصارعة في اليمن. حالة غياب الدولة، حالة غياب المؤسسات الأمنية، حالة غياب الوضع الحقيقي للمؤسسات الحكومية يجعل البلد فعلا نقطة ارتكاز لكل المافيا حول العالم. العالم يحاصر المخدرات، يحاصر كافة أنواع تهريب الحشيش، لكن المافيا الدولية هي تبحث عن الدول التي تتعرض لضعف في الدولة، لضعف مؤسسات الأمنية، لضعف حضور الجهات المكافحة للمخدرات. بالتالي هي تستخدم موانئ هذه الدول، ممراتها البرية والجوية، لاستخدامها للتصدير لدول أخرى أو للتخزين. بالتالي العملية فعلا أوضحت أن هناك مشكلة كبيرة فيما يخص استيراد المخدرات وتصديرها عبر اليمن. ربما جزء من هذه المخدرات كان سيتم ترويجها في اليمن، لكن جزء أكبر سيذهب إلى دول أخرى، ربما إلى دول في قارة أفريقيا، ربما إلى دول الخليج، ربما إلى مناطق متعددة. هذه الواقع خطيرة وتعكس مدى حاجتنا فعلا أن تعود الدولة، أن تعود مؤسسة الدولة، أن يكون هناك تفعيل حقيقي لقانون العقوبات ضد المرتكبين، أيضا أن تكون هناك إجراءات حقيقية فيما يخص الضبط والإتلاف ومحاكمة المتهمين. سمعنا، قرأنا، اطلعنا خلال 5 سنوات مضت على أكثر ربما من 600 قضية فيما يخص ضبط الحشيش والمخدرات، لكن للأسف الشديد لم نقف إلا على حوالي قضية أو قضيتين فيما يخص أنها حولت إلى القضاء أو النيابة العامة. إذن أين هذه المئات القضايا؟ الآلاف من هؤلاء الذين اعتقلوا وضبطوا خلال السنوات الماضية خرجوا من السجون، الكميات هذه أين ذهبت؟ هذه أسئلة يفترض المجتمع أن يقف أمامها، أن يسائل حولها، أن يناقش نفسه. هذا الوضع الكارثي فيما يتم يعني من ضبطه من مواد مخدرات إلى أين وأين تذهب وأين المسؤولين عنها؟ أين المتهمين؟ أين المدانين؟ هذه أسئلة يجب أن تطرح منا ومنكم ومن كل الجهات الفاعلة في اليمن. صحيح. طيب أستاذ فتحي، أنت وصفت قبل قليل بأن هذه الشحنة ما هي إلا محطة ترانزيت دولية تتخذها العصابات، هذه المخدرات تتخذها اليمن أو المانيا اليمنية كمحطة ترانزيت. أنت هل يعني وصفتها بأن خلال 5 سنوات أو 6 سنوات الماضية هي ضاعفت من 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 الاتجار بهذا الجانب،
طيب كنا نسمع من فترات طويلة بأن اليمن تستخدم كممر أو لهذه الشحنات من أو تهريب المواد المخدرة، يعني بغض النظر عن فترة الحالية التي يمر بها اليمن حاليا. ما هو السؤال؟ السؤال يعني اللي أقصد أنه هل هذه زادت خلال الفترة الحالية، خلال فترة السنوات الخمس التي مررنا بها حاليا، بالرغم من أن الموضوع يعني من زمان اليمن يتخذ كممر لتهريب هذه الشحنات من المخدرات؟ شوف يا عزيزي، اليمن ربما خلال سنواتنا قبل الحرب كانت نقطة مرور بسيطة جدا، كانت كمية بسيطة، كانت العملية الأمنية الأكثر أو أكبر عملية أمنية كانت تكشف حوالي 2 كيلو من الهيروين أو الحشيش. اليوم صرنا نقف على عملية ضبط حشيش مثلا 84 كيلو، 3 طن هيروين، قيمة الشحنة الأخيرة تخيل 200 مليون دولار. صحيح. هذه الأرقام، هذه الكميات تؤكد أن العملية لم تعد فردية ولم تعد عملية هوشلية، لا، العملية منظمة، والعملية تدخل فيها جهات دولية ومخابرات عالمية ومافيا عالمية. صرنا للأسف الشديد، وأنا أقولها بكل أسف، صرنا مركز استراتيجي فيما يخص تصدير واستيراد المخدرات، بالتالي الوضع فعلا خطير. حتى وإن كانت اليمن، إن كنا نقولنا مثلا هي مجرد ترانزيت، لا، جزء من هذه البضاعة في الأخير ينزل للشارع، جزء من هذه البضاعة يتم استخدامه للناس، للشباب، لقطاعات كبيرة من المجتمع، بالتالي لن نكون في مأمن بأي شكل من الأشكال، لن نكون في مأمن من هذه التجارة الخطيرة. أنا شخصيا دعوتي ورأيي الشخصي هو أننا فعلا بحاجة إلى إنشاء جهاز وطني خاص لمكافحة المخدرات. هذا الجهاز يكون مرتبط ارتباطا أساسيا بالنيابة العامة، بالقضاء. نريد أن نرى وأن نسمع ضبط حقيقي لقضايا المخدرات، عقاب حقيقي للمسؤولين عنها. تخيل يا سيدي الكريم أنه وبعد حوالي 5 أيام 6 أيام من العملية التي تم فيها ضبط المخدرات في عدن، لم تخرج إدارة الأمن، لم تخرج وزارة الداخلية، لم يخرج جهاز مكافحة المخدرات ببيان رسمي واضح. أنا لو سألتني من هو المسؤول أقول لك لا أعرف، أين المتهمين، ماذا الذي حدث، سأقول لك لا أعرف. لا، للأسف الشديد حتى يعني هناك لغط شديد حول مغيب عن هذه الواقعة. نعم. طيب هناك ضبط لأشخاص مضبوطين في هذه العملية، لا نعرف كم عددهم، من هم بالضبط، الأطراف التي يتبعونها بالضبط. هذه الجزئية أنا قلت لك فيها أنه الغموض يلف الموضوع. يعني مثلا كان يفترض لو أن هذه حدثت مثلا في مصر أو في سوريا أو في السعودية أو في أي دولة، كان سيخرج الأمن ببيان رسمي مطول بمؤتمر صحفي يتم في أول عرض المضبوطات، ويتم إطلاع الرأي العام، تفاصيل القضية، ما الذي حدث، كيف تم الاكتشاف، كيف تلقوا المعلومات، من هم المتهمين، ما الذي قامت به النيابة الجزائية. كل هذه الأشياء للأسف الشديد مفقودة في العملية. طيب برأيك أستاذ فتح، مفقودة أيضا في عشرات ربما مئات القضايا. نعم. طيب ما الذي جعل هذه المعلومات مفقودة برأيك، ما هو السبب؟ الذي جعل الأمر مفقود أن لدينا تشتت أمني كبير. لا توجد للأسف شديد جهاز حقيقي لمكافحة المخدرات. كان يفترض أنه هناك شرطة خاصة في مكافحة المخدرات، كان يفترض أنه هناك قوة أمنية. تخيل، يعني للإفادة فقط، أن الكمية التي ضبطت في ميناء عدن وصلت أكثر من قوة أمنية، وتشاحنت الأسلحة، وكانت على وشك أنها تستوي مجزرة داخل المكان. يعني إحنا لدينا أكثر من 1000 جهاز أمني، وكل جهاز أمني يدعي أنه هو الذي سيقوم بالمهمة. مثلا في ميناء عدن هناك جهاز شرطة خاص بالمنطقة الحرة، هناك أجهزة أخرى خاصة بإدارة أمن عدن، هناك أجهزة أمنية أخرى تابعة للتحالف، هناك أجهزة أمنية تابعة للمقاومة. في ظل هذا العصيد، للأسف الشديد أقول عصيد، هو فعلا عصيد. في ظل هذا الوضع لا يمكن لجهاز أمني أساسا أن يخرج حتى باستنتاجات حقيقية أو باستدلالات صحيحة، أو يمكن لو أن يوجه الاتهام لطرف، لأنه جزء من الأدلة لدى طرف
نعم طيب من هذه الاستنتاجات الأدلة نعم طيب جزء من هذه الاستنتاجات أستاذ فتحي ما أشارت إليه بعض الصحف والمواقع من أن حزب الله أو الميليشيات الحوثية متورطة في هذا الموضوع في تجارة المخدرات لتمويل العمليات العسكرية ومدى ارتباط ذلك بالميليشيات كون أحد المضبوطين أستاذ فتحي من الجنسية اللبنانية كما سمعنا إلى أي مدى تعتقد ذلك صحيحا أو عدم صحته؟ أنا مثلي مثلك قرأت وسمعت هذه الاتهامات لكن للأسف شديد أقول بكل صراحة لم يخرج مسؤول أمني ليقول هذه الاتهامات بشكل صريح، لم يخرج النائب العام، لم يخرج مثل النيابة الجزائية، لم يخرج حتى مسؤول في إدارة أمن عدن ليقول للناس أنه فعلا المضبوط كان تبع حزب الله أو ذا. لكن أنا شخصيا لا أستبعد أنه جهات دولية فعلا مخابرات دولية أطراف في النزاع المتصارعة دولية في اليمن تقف خلف الموضوع هذا الموضوع لا خلاف عليه بالمطلق. اليمن صارت للأسف الشديد ساحة لتصفية الحسابات بين الأطراف الدولية المتنازعة، بالتالي كل طرف سيسعى لقلب أقدر ما لديه سواء مخدرات سواء أسلحة سواء دعارة سواء أي شيء لكي يمرر أجنته في اليمن. أنا شخصيا لازلت أنتظر حتى اللحظة صدور بيان من إدارة الأمن أو من وزارة الداخلية طيب. يوضح للناس إلى أين وصلت القضية، ما الذي حدث. طيب أستاذ فتحي سؤال آخر، سؤال باختصار منشقين طبعا، يعني الشحنة أتلفت أمس بإشراف من تواجد محافظ عدن، هناك من يرى عدم إتلاف هذه الشحنة حتى يحضر ممثلون أو دعوة ممثلين من المنظمات الدولية أو الأمم المتحدة ليروا بأعينهم تلك الحرب في مجال المخدرات على اليمن، وإن كانت اليمن كتنازلت كما أشرت إليها قبل قليل، ويكونوا شاهدين أيضا على هذا الحراق والإتلاف. الشق الآخر من السؤال، يعني لم نشاهد حراق الشحنة بكاملها أو هذه المخدرات بكاملها، إنما جزء منها. قضية إحراق المخدرات المضبوطة له وجهان أو وجهين. الوجه الأول هو أنه إيجابي فيما يخص أن الوضع منفلت وهذه كمية خطيرة وكبيرة، فإذا استمر وجودها ممكن أنه فصيل أمني يداهم مكانها ومن ثم ينهبها أو تأثر ومصلعة أو يتسرب بأي شكل من الأشكال منها. نعم هنا الخوف أنها تتسرب بأي شكل من الأشكال. لكن أيضا إتلافها قبل انتهاء من التحقيقات وخلال 24 ساعة من القضية، وحتى يعني حتى يفطر، حتى لو قلنا أنها خضعت للفحص الطبي خلال 24 ساعة لم تظهر النتيجة أساسا، ما هي المادة، من أين استوردت، هذه أشياء كان يفترض أنها تخضع للفحص والتحليل. حينما تعرف المادة ستعرف من أين منشأ البلد، من هي العصابة التي تاجرت بهذه النوع المخصص، ومسار الشحنة ومسار السفينة إن كانت كيف تواجدت. نعم. أشياء كثيرة كان يجب أن يتم الترتيب لها، لكن هي أتلفت بحسب ما قيل أن الكمية التي أتلفت هي أقل، قيل أنها كاملة. هذه أشياء للأسف شديد تلفت للشارع وللصحافة ومواقع التواصل. لو أن هناك بيان رسمي من إدارة الأمن، من وزارة الداخلية، من مكتب النائب العام، من النيابة الجزائية، كان أنهى هذا الجدل كافة. لكن للأسف شديد الشارع ترك للحديث، كل شخص يحلل وكل واحد يتحدث بما يرى مناسبا. نعم. إذن الأستاذ فتحي بالأزرق رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، دانت تهيئة علماء اليمن الإساءة المتعمدة للإسلام ونبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم واستمرار نشر الرسوم المسيئة لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. الهيئة عبرت في بيان عن استيائها البالغ من هذه الممارسات التي تمثل صدمة تستفز مشاعر أكثر من 1.5 مليار مسلم في العالم. كما ذكرت الهيئة ذكرت المسلمين بواجبهم الشرعي في إعلان استنكارهم وإدانتهم للسلوك الاستفزازي الطائش من كما وصفته الهيئة من رئيس ماكرون ضد الإسلام والمسلمين، داعية إلى مقاطعة البضائع والمنتجات الفرنسية نصرة لدينهم ونبيهم. وأكدت الهيئة أن الرئيس الفرنسي ماكرون وتأييده للرسوم المسيئة وإعادة نشرها أيضا يغذي مشاعر الكراهية والعنصرية ويثير الضغائن والعنف ضد المسلمين في المجتمع.
المجتمع الفرنسي داخل فرنسا الذي يزيد عددهم عن 5 ملايين مسلم كما أشارت الهيئة. أيضا الهيئة دعت حكومات الدول العربية والإسلامية إلى تنسيق جهودها للقيام بتحرك دبلوماسي عالمي كفيل بلجم حملات الإساءة لديننا الإسلامي الحنيف والنبي محمد صلى الله عليه وسلم واتخاذ ما يلزم لإيقاف هذه الإساءات المتكررة. وللحديث أكثر مشاهدينا الكرام حول هذا الموضوع وهذا البيان تحديدا ينضم إلينا عبر الهاتف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله غالب الحميري عضو برنامج التواصل مع علماء اليمن. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بك معنا في هذه الحلقة. حياك الله وياك. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور عبد الله، كيف تقرأون هذا البيان بالنظر إلى كل ما أفرزته هذه الرسوم وتصريحات الرئيس الفرنسي من تداعيات كبيرة ألقت طبعا بظلالها على المستوى الدولي؟ بالنسبة لبيان هيئة علماء اليمن، هو أقل الواجبات التي يجب على أهل العلم أن يصدعوا بها، والقضية فيها ولو براء، يعني القضية ليست لم تعد في إطار الخلافات أو الأمور السياسية التي يمكن أن يتغاضى الناس عنها، ولكنها تمس صلب العقيدة، فالكلام في شخصية النبي عليه الصلاة والسلام يمس عقيدة الأمة. نعم، ولا يستثني فيها مسلما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يوالى ويعادى فيه، فهو رسول رب العالمين، وهؤلاء ينطلقون من منطلقات صليبية حاقدة على الإسلام وأهله تحت ذريعة حرية التعبير، ومع أنهم لا يسمحون أن يتناول يعني تتناول الصحافة شخصياتهم، ولا أن تتحدث كذلك عن بعض الأمور الحاسة عندهم مثل الهولوكوست وغيرها وغيرها، ومع ذلك يستضعفون الأمة ويطعنون في قرآنها وفي دينها وفي رسولها. البيان هو في هذا الإطار، توضيح عقيدة الأمة وواجب الولاء والبراء وإظهار موقف شرعي ولو بالمقاطعة، التي هي أقل واجب على المسلمين أن يقوموا به من أجل يعني ردع هذا العدو المتكبر المتغطرس. نعم. ولا ينبغي أن يهون من شأنها المقاطعة ويقال أن الأمر يعني سهل ويسير و... نعم. لأن البعض شيخ عبد الله يقول، البعض يقول هي رسمة وخلاص، لماذا هذه الضجة من قبل المسلمين في العالم على ولماذا رد الفعل يعني لماذا رد الفعل؟ لأنه هذه حرية تعبير وأن الأمر هي رسمة، لماذا هذا أي رسمة؟ ولا الرئيس الفرنسي نفسه يتكلم، ثم علقت هذه الرسمة على مبنى حكومي، ثم أصرت فرنسا على عدم التراجع عن هذا الموقف، ثم بدأت تتخذ مواقف ضد المسلمين، وهذه ليست أول مرة. هذا كلام الذي يهون من هذا الشأن، معناه أن قدر النبي صلى الله عليه وسلم عنده ليس عظيما وليس هينا، وهذه الأمور يعني تنتهي بها الاتفاقات وتقطع بها العلاقات ويعلن فيها الحروب عبر التاريخ. الأمر ليس سهلا إلى هذه الدرجة التي يدعيها ضعاف الإيمان أو الجهال. نعم، طيب ما هو الرد الأمثل من قبل المسلمين فضل الشيخ؟ يعني الرد الأمثل من قبل المسلمين أن يغضبوا لنبيهم عليه الصلاة والسلام، أن يتحدوا، أن يعلنوا موقف رسمي. الأصل أنه أن تقطع العلاقة مع هذا الكيان الذي، لكن ما دام المسلمين في المسلمون ما داموا في وقت استضعاف، فأقل ما يمكنهم أن يقوموا به هي المقاطعة، المقاطعة لبضائعهم وللتعهم، وأن يشيعوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يعلنوا موقفهم عبر القنوات المتاحة لهم إذا كان لا يسمح لهم إلا بذلك، وهذا أقل واجب. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. نعم، طيب شيخ عبد الله، اليوم هناك عملية في فرنسا راح ضحيتها أيضا قتلى وجرحى، أحدهم طعن بالسكين، من يعني ردة الفعل ما دخل المسلمين بهذه المسرحيات التي يختلقها الأعداء من أجل إيجاد مبرر؟ هذه أصلا ما يفعل من قبل أو من بعد من هذه القضايا الإرهابية لا علاقة له بالإسلام ولا علاقة له بالمسلمين. وأنت تعرف أول من يصرح باستنكار ذلك هم المسلمون. لكن هذه مسرحيات يختلقها الأعداء من أجل أن يجدوا لهم مبررا لما يقولون، هذا تلتبس هذه إلا على الجهال.
نعم. هل الإسلام يقر هذا؟ هل العلماء أقروا هذا؟ هل الدعاة في العالم الإسلامي؟ ما أحد يقر هذا. الكل يستنكر الإرهاب بكل صوره وأنواعه وأشكاله. نعم. طيب ومنه يعني الإرهاب، إرهاب الدول يعني. نعم. ما تفعله فرنسا هي هو إرهاب دولة. نعم. طيب دعني أقف في جزئية معينة، يعني بالنظر إلى حادثة نيوزيلندا عندما الذي قتل 50 مسلم في مسجد، لم يوصم المسيح أو الديانة المسيحية لم توصف بالإرهاب بالرغم من أن هذا كان يميني متطرف أو مسيحي متطرف إذا جاز لنا التعبير ذلك. وهكذا. نعم صحيح، صدقت. نعم. وهذا مثال على أن الغرب يتعامل بمعايير مختلفة وليس عنده قيم أخلاقية يتعامل من خلالها، وبالتالي الإرهاب لا يطلق على اليهود ولا يطلق على البوذيين ولا يطلق على يعني ما يفعله النصارى ولا يطلق على غيرهم، على المسلمين، على المسلمين فقط وعلى الإسلام. هذه الشمعة، الجدار الضعيف الذي يستطيع الأعداء أن يلبسوا به. الإسلام دائما يوصم بأنه إرهاب وأهله يوصمون بذلك وهم براء من ذلك وهم أول من ينكر ذلك. نعم. هناك من يرى بأن يعني بعض من المسلمين هم من يغذون، يعني دعني نتحدث بصراحة، لا يغذون مشاعر الكراهية لا سيما في المسلمين الذين يعيشون في المجتمعات الغربية. والمفترض بأن عندما قال أحد المسؤولين الفرنسيين دخل إحدى البقالات أو السوبر ماركت ووجد بأن هناك هذا، يعني ما معنى الطعام الحلال وما حلال، ونفترض أن يكون في اندماج المجتمع الفرنسي بشكل عام لا يوجد فيه الطعام لفئة دون أخرى. يعني هناك من يرى الاندماج والتعايش مع الكل. والله المسلمون لهم خصوصيات، المسلمون لا يأكلون الخنزير ولا يشربون الخمور، لهم خصوصيات مثلما للنصارى خصوصيات ولليهود خصوصيات. وهذه حريات لا علاقة لها أصلا بالاندماج ولا بالتعايش. هذا كلام فارغ. نحن نتكلم عن من يثير الكراهية والأحقاد والضغائن ويدعو إلى بخطابه إلى العنف، وهذا الكلام ليس على مستوى صحافة أو كتاب، وإنما ارتقى إلى مستوى رئيس دولة أنه يثير الكراهية والضغائن ويفرق المجتمع ويمزق النسيج الاجتماعي. أما الخصوصيات فلكل خصوصياته، اليهود عندهم خصوصيات، النصارى عندهم خصوصيات، ومن قال، من قال إن التعايش هو أن تندمج في مأكلك ومشربك وملبسك وسائر عاداتك مع كل الناس؟ التعايش ليس في هذه الأمور أبدا، ولا زال لكل فريق ولكل أناس خصوصياتهم، وهذه لا تتعارض. المسلمون، النصارى عاشوا في ظل المسلمين واليهود عاشوا في ظل المسلمين، ولم يأمرهم المسلمون بترك خصوصياتهم بل حفظوها لهم وتركوا لهم كنائسهم وتركوا لهم ما يستحلونه في دينهم ولم يحرموا عليهم، وإنما منعوهم أن يبيعوه على المسلمين باعتبار أنه حرام على المسلمين. وبالتالي ما تستطيع أن تفرض على الغير يعني هؤلاء يفرضون على المسلمين أكل الخنزير بحكم الحرية. طيب حرية المسلمين، أليس للمسلمين حرية في الاختيار والترك والعطاء؟ صحيح. ما علاقة هذا طيب بالنسيج الاجتماعي والتعايش العام؟ نعم. دكتور عبد الله، هناك يعني اليوم في على صفحة في فيسبوك هذا الموقع الشهير بأنه إدانة لأي أحد يتناول المحارق اليهودية أو الهولوكوست كما أشارت، يعني وأنه حذف هذه المنشورات المتعلقة لازدواجية المعايير. لماذا هذه الازدواجية في المعايير، يعامل هذه الديانة بغير ما يعامل الإسلام بهذا الشكل برأيك؟ هذا السؤال الأصل يوجه لأولئك الذين يدعون القيم والمعيارية وهم لا يملكون لا قيم ولا معيارية، وبالتالي يتعاملون بهذه الموازين المختلفة. فمع المسلمين شيء ومع غيرهم شيء، وإنما هو من باب لغة الضعيف على القوي كما هو معروف. ولذلك التطاول هم لا يسمحون، ولهذا لا يسمحون أن يطال يعني السخرية برئيس الدولة. نعم. الآن مع ادعائهم الحرية، لو أن كاتبا وقد أقالوا كاتبا وفصلوه من وظيفته لمجرد التعرض لشخصية الرئيس، وبالتالي يريدون أكثر من ما يعني من 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 مليار ونص من المسلمين أن يسكتوا عما يعني يطال نبيهم عليه الصلاة والسلام ودينهم من الإساءات
ويعني ليس لهم حرية ولا اختيار وليس لهم حق التعبير عن آرائهم ودينهم ومعتقدهم. نعم. طيب الغرب الصليبي يتعامل بحقد وحجهية ومزاجية ويتعامل مع المسلمين بحكم الاستضعاف بحكم التفرق الذي يعيشه المسلمون في هذا الوقت. نعم. طيب كيف تنظر الشيخ عبد الله إلى كل التداعيات التي أفرزت هذه الرسوم وما عقبها أيضا من تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون من ردة الفعل وتداعياتها على المجتمع الإسلامي والإسلامية ككل؟ كيف تنظر أنت إلى ردود؟ هل تنظر لها بشكل إيجابي أم ماذا؟ أولا نحن كمسلمين نعتقد أن الله تعالى قد كفى رسوله المستهزئين وقال إنا كفيناك المستهزئين فهو مكفي، ودين الإسلام لا يمسه شيء من ذلك، بالعكس هو إذا حورب اشتد وإذا ترك امتد، ودين الله تعالى يهيئ الله له الأسباب، وبالعكس هذه الحملة الشرسة ضد المسلمين لن تثنيهم بل هي ستلفت أنظار آخرين، وكم رأينا من حملات تقوم ضد المسلمين لإبادتهم وإفنائهم، ثم بعد ذلك يفتح الله تعالى للمسلمين أبوابا ويدخل الناس في دين الله أفواجا، هذا دين الله أصلا. نحن إنما ننتصر بقدر ما نستطيع أن نعبر عنه، أما في الأخير فدين الله منصور، وهؤلاء سيموت مكرون ويموت الغرب ويموت قادة الغرب ويبقى الإسلام. الإسلام يحارب من 1400 سنة ومع ذلك لا تزيد هذه الحروب إلا صلابة وقوة وثباتا، وهو يجتاح أوروبا، وهذا الحقد الذي رأيناه والحملة الشرسة على المسلمين بسبب المساجد الكثيرة وبسبب الكنائس التي تباع للمسلمين وتحول من كنائس إلى مساجد. نعم فعلا. أي وبسبب إقبال الفنانين واللاعبين والمشهورين والنجوم على الإسلام، لأن هذا هو دين الله دين الفطرة، فلما رأوا ذلك من شدة غيظهم وحنقهم وحقدهم يعبرون عنه بالسفاهة والكلام والسب والطعن من أجل ثني المسلمين، بالعكس دين الله منصور وهو سيظهره على الدين كله كما وعد. نعم. طيب هناك من يقول شيخ عبد الله بأن دعاة الغلو والتطرف غالبا ما يستغلون هذه الأحداث لتحقيق مآربهم، كيف يجب أن يفوت؟ من يغذيها؟ طيب من يغذي الغلو والتطرف هو الغرب. الغرب هو الذي أوجد داعش وأوجد مثل هذه الفرق العنف التي يعني انتسبت إلى المسلمين وهي تثخن في المسلمين أكثر من غيرهم، هذا معروف أنهم يختلقون مثل هذه الفرق ويغذونها بعنفهم. نعم. وأن الضغط دائما يولد الانفجار، ولا ينفي أن يكون من المسلمين هناك بعض المتطرفين. صحيح. الذين قد يقومون بأفعال أو ردود أفعال سيئة لا يرضاها الإسلام ولا المسلمون. نعم. لكن على كل حال هي طبيعة الدنيا وطبيعة الصراعات هي هكذا، وإذا خرج المنطق عن منطق العقل ومنطق الحجة ومنطق الدليل وخرج إلى منطق السفه، فالسفه سيجد له سفهاء من أي ملة من أي دين من أي أمة، ودائما الضغط يولد الانفجار. صحيح. المسلمون صحيح. ليسوا مسؤولين عن تصرف المغالين أو الغالين أو الذين أحيانا قد يكون للغرب يد في زراعتهم في وسط المسلمين. نعم. إذا فضل الشيخ عبد الله بن غالب الحميري عضو برنامج التواصل مع علماء اليمن، شكرا جزيلا لك ونلقاك في حلقات وبرامج أخرى إن شاء الله تعالى من برامج اليوم الثامن. مشاهدينا وبهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج اليوم الثامن، نلقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقات أخرى مقبلة. هذه أجمل وأرق تحية من طاقم هذه الحلقة، نودعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.